بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء أعزائي طلبة طالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا ومرحبا في الحلقة الأخيرة مراجعة اللغة الإنجليزية من أجل امتحان نصف العام. ده الامتحان الأخير، الامتحان السادس. أوكي، هنكون تعلم امتحان طبعا، ده الامتحان السادس على من 6 ليكم معايا، هتلاقوا كل جديد مفيد إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. طبعا أرجو عمل اشتراك في القناة، اشتراك والجرس، وندوس كلمة الكل حصلوا من كل جديد حتى تدعموني تشجعوني على نشاطات المطار إن شاء الله. كما أرجو عمل لايك في الفيديو وصل أكبر عدد من الطلبة نسينا ننشر، حتى أدعو الله عز وجل تكون لهم إن شاء الله في التعليم القادمة. دعوات قبلكم من إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. بسم الله نبدأ إن شاء الله. هنبدأ مع بعض، نكمل طبعا جملة الكلمات اللي باللون الأحمر دي. عندنا كوايت، دي هادئ، هاز تو يجب أن، ضروري يعني، هاف تو زيها، بس هاز مع هيو شي ويت، هاف مع أي وي يو زي، كوايت دي تماما أو جدا، كوايت اللي قبل التي تبقى هادئ، بعد التي تبقى تماما أو جدا، فيري يعني. بولي يتنمر، يبلطج على حد يعني، انتربت، يقاطع كلامه. We have a list of school rules. لدينا قائمة من قوانين مدرسية، القواعد المدرسية. All students، كل الطلبة، طبعا الطلبة زي we have to follow these rules، يطيعوا هذه القواعد أو القوانين. You mustn't، other students، you mustn't إيه؟ ممنوع إيه؟ bully، تبلطج على، تتنمر على other students، الطلبة الآخرين. We shouldn't others while they are talking، أثناء بيتكلموا. We shouldn't interrupt others while they are talking. We should keep، نحافظ على نحافظ بي. Keep، أيوة، keep quiet، نفضل هاديين. And silent، وصامتين، carefully، بعناية. To our teachers، لمدرسينا. يبقى quiet، هاديين. Listen carefully، ننصت ونستمع بعناية أو بحرص لمدرسينا. Again، كمان مرة هنا قلنا number one have to، number two bully، number three قلنا interrupt، number four قلنا quiet، الأولانية طبعا والهادئ، هاديين يعني. كمان مرة قلنا have to follow، mustn't bully other students، interrupt هنا قلنا كوايت الأولانية والهادئ. القطعة الثانية عندنا هاد تو، كان يجب أن، مضت هاف تو وهاز تو، ماست يجب أن، كايند طيب أو عطوف، بوزيتيف إيجابي، نيجاتيف سلبي، رولز قواعد أو قوانين. كملوا بعض كده القطعة، تقول إيه؟ Our parents، والدينا، usually عادة ask us، يطلبوا مننا to be good to others، to others، نكون كويسين مع الناس الآخرين. We should be to our friends، مع أصدقائنا. Should be طبعا kind، طيبين. Our friends، we cooperate with them، we must cooperate with them، نتعامل معهم، يجب أن نتعاون. To do school projects، نعمل عشان المدرسية. We should encourage، نشجع، positively بإيجابية، أو positive ideas، الأفكار الإيجابية، positive ideas، with our classmates، مع رفقاء الفصل. Most for school rules. كمان مرة. Should be، قلنا kind to our friends. Number two، must cooperate. Number three، exchange positive ideas، نتبادل أفكار إيجابية. And follow school rules. Again، كمان مرة. قلنا should be kind to our friends. And number two، قلنا must cooperate. Number three، exchange positive ideas. School rules. Number three. Available، متاح أو متوافر. Available. Password، كلمة السر. قولي قلنا يتنمر، يبلطج على. Must، يجب أن. Mustn't، ممنوع، ضد القانون أو حسب خطر بالغ. Cyberbully، تنمر في السايبر. Okay. There are some tips to follow when using the internet. هناك بعض النصائح، نتبعها
when using عند استخدام الإنترنت. You be careful. Okay, you must be careful. يعني متكون حريص. When you use the internet. وتستخدم الإنترنت. Don't tell others. لا تخبر الآخرين. يقول إيه؟ طبعاً باسورد في المسألة بتاعتك. Respect others. احترم الآخرين. And never anyone. Never a bully. بطلش على حد. Don't use all. كل websites. All يا ترى. All available. كل المواقع المتاحة. Only use the ones. بتاع المواقع فقط. وترست أنت بتثق فيها. كمان مرة. You must be careful. Number one. Number two. هنا. Password. مش كده. بعد كده قلنا. Bully. Number three. Bully. هنا. Available. كمان مرة. You must be careful. Password. ثلاثة. Body. أربعة. Available. Choose the correct answer. نختار الإجابة الصح. Number one. قول لنا. Sports or daily activity. الرياضة هي نشاطنا اليومي. Daily. يومي. Here is similar meaning. تشبه معناها لي. المضاف ليها يعني. كم سوى في المعنى. نطلع every day ولا day ولا every day ولا urgent. Urgent دي عاجل. حاجة مستعجلة يعني. Every day دي صفة. جنبها على منها فيها ستوصفه. يومي. Day يوم. Every day دي كل يوم. Okay. دي adverb. ودي صفة. صفة يعني على منها ستوصفه. بدل هنا معناها every day number C. لكن go to school every day. نزل بس ايه كل يوم. البس كل يوم. Go. نزل. وده الفعل. دي بتوصف اسم. لكن go to school every day. دي daily activities. Daily activities. نشاط يومي. يعني use the activity. Number two. My parents will they usually support us. يدعمونا. يساندونا. They asked to achieve more success. نجاح أكثر. Stop, courage, let, make. Make يجعل, let يسمع. Stop, يوقف, يتوقف. Encourage, يشجع. Support us. يدعمونا, يساندونا. But they encourage us. يشجعون. Support هنا معناه encourage. يشجع, يساند. Number three. In the hotel, في الفندق, no one stayed with me. محدش أقام معايا المعروف حقرتي. I stayed, قعدت فيها إيه لوحدي بمفردي. Stayed alone. ونظلي في وسط الناس حسب الوحدة. دي هو الوحدة. سابوه كلهم. Okay. Together, معا. Only فقط. يبقى alone. ليه محدش معايا في الأوضة؟ يبقى هو قالون بمفرده وضف مفردة حتى. Number four. A an is a person. شخص. Aged. سنه. Between. بين. 13 and 19. 13 و 19 years. هذا ده. Old man. راجل عجوز. ولا baby. طفل صغير. ولا adult. شخص بالغ. ولا teenager مراهق. طبعا 13. 19. رقم بينهم في آخرها تين. وتينيجر بدأ سن مراقب. بدأ الشخص اللي انت تصدر مراقب. بدأ تينيجر. نمبر دي. Okay. وصلت. تينيجر. 13. 14. 15. الاخر كل ده روتين. واجي يعني سن. طب هو شخص يبقى تينيجر. تينيجر بس من غير ار. سن مراقب. تينيجر ده شخص مراهق. او بنت طبعا. ولد او بنت. تينيجر. مراقب مراقب. نمبر 5. Don't worry. لا تقلق. It isn't the coronavirus. مش هو coronavirus. عند تم coronavirus. It is a common cold. برد عادي. مألوف يعني شائع. Common here. هنا. Has the same meaning. نفس معنى. سنونيم ليها يعني. مرادف ليها. As strange. Harmful. Usual. Painful. Strange ده غريب. Harmful. ضار أو موزي. Usual. معتاد. Painful. مؤلم. طبعا قلنا common ده مألوف أو شائع.
يبقى ده يوجوال عادي. اوكي مش حاجه يعني، برد عادي جدا. اوكي يوجوال انا كومن في الجمله دي. نمبر 6 يو ماست ستوب سموكينج، يجب ان تتوقف عن التدخين. ستوب سموكينج يو ماست ذس باد هابت، هذه العاده السيئه، وانها بتعاد شخص كاستم عاده شعب. التدخين طبعا عاده شخصيه. يو ماست ايه بلان افويد ريبيت دو، معانيهم بلان يخطط او خطه، افويد يتجنب جنبها اسم وفعل ان جي، ريبيت يكرر، دو يفعل. طبعا يو ماست ايه طبعا افويد تتجنبها، بطلها خالص. avoid this bad habit. stop smoking and avoid smoking. تجنبه. number 7 come and meet فاتن، تعالى قابل فاتن، اقدم لك فاتن. it's my pleasure now it's rude to her to you، انا اقدمها لك بعرفوا عليها. يبقى سي ولا نو تروديوس بروديوس، معانيهم سي يرى، نو يعرف، تروديوس يقدم، بروديوس ينتج. سي ماضيها سو اس اي دبليو، تفتح سين نفس سي عليها ان، يبقى سي سو سين. نو ماضيها نيو بالاي، تفتح دي ان، يبقى نو نيو نون. تروس انه يقدم دي بروديوس، برضه تفتحها دي بروديوس وبروديوس ماضي الصفتان. طب ده بيقول له كومن ميت فاتن، احب اعرفها على فاتن خلاص. يبقى اتس ماي بليشر من دوافع ان انا اقدمها لك، يبقى تو تروديوس هير تو يو. تروديوس دي قدم شخص لشخص اخر. This is my friend فلان، come and meet فلان، تعال شوف فلان. اوكي نفس المعنى. نمبر 8 children don't like scary films، مش الافلام اللي scary يعني scary مخيفه. scary here means معناها هنا frightening، safe frightened quiet، quiet قلنا هادي، safe امن، frightening وفرايتن. فرايتن دي توصف شخص معناه خائف، فرايتن توصف شيء معناه مخيف، فرايتن مخيف، فرايتن خائف. الافلام مخيفه ولا خائفه؟ افلام ده مخيفه، فرايتن فيلمز. نمبر اي في اي ان جي، مش كده نوصل غير عقل، يقول صف اي ان جي توصف العقل، اي دي توصف شخص، وصف الافلام غير عقل تبقى دي سيري معناها فرايتن مخيفه، دي خائف، دي مخيف. Writing films، أفلام مخيفة، scary films، نفس المعنى. Number 9 don't worry، لا تقلق. The exam is simple، سهل بسيط يعني. Is opposite in meaning to simple، عكس كلمة simple. يا ترى easy، long، clear، complex، معنيهم complex معقد، clear واضح، long طويل، easy طبعا simple يبقى easy سهل. Number 10 I'm not serious، أنا مش جاد، ما بتكلمش جاد يعني، I'm just a مبرج، I'm just a طبعا joking، مش cheating بس sharing يشارك، joking لا بيقفز، I'm just a joking، I'm not serious، مش جاد، I'm just a مبرج. Number 11 try not to have negative thoughts، حاول ما يكونش عندك أفكار سلبية negative، بالعكس تبقى positive. طيب opposite meaning عكس كلمة negative، عكسها يا ترى، لسه قايلينه حالا اهو، يا ترى careful hateful positive competitive. طبعا قلنا negative سلبي عكسها positive ايجابي، negative سلبي positive ايجابي. careful حريص، hateful كريه او مكروه، competitive تنافسي. طب وصلنا هي نمبر 12 I'm sad حزين because I badly at school، بشكل سيء في المدرسة. made did believed happened at school يبقى did، do well at school أو do bad at school، do badly at school. okay طب ماضيها did أو does أو done إلى آخر، at school يبقى do، ده صرفتها. I'm sad because I did badly at school، ليف طبعا سددت واعتقدت، هابند حدث، ميت صنع. نمبر 13 fortunately لحسن الحظ the car wasn't damaged، العربية ما باظتش لم تتلف. in the road accident في حادث الطريق. fortunately هنا here means تعني
ونتكلم على ايه بالعربي؟ لحسن الحظ، يا ترى لاكلي ولا بادلي ولا كومبليتلي ولا انلاكلي. طبعا كومبليتلي تماما، بادلي بشكل سيء، لاكلي وانلاكلي. لاكلي لحسن الحظ، عكسها انلاكلي لسوء الحظ. عندي فورتشنيتلي معناها لحسن الحظ، معناها لاكلي نمبر اي. اوكي طيب 14، don't be your friends، مع اصدقائك. Always try to be kind to them، دائما حاول تكون ايه طيب معهم. Don't be similar، able، cruel، good. Similar دي تشابه، able قادر، cruel قاسي، good طيب او كويس او جيد. طبعا be kind to them and don't be cruel، ما تبقاش قاسي معهم، خليك طيب معهم. كان طيب عكسها cruel قاسي. اوكي يبقى كان طيب، cruel قاسي. Don't be cruel. Be kind. Okay. معشان هي 13 تاني كده قلنا luckily لحسن الحظ بتساوي fortunately. Unluckily لسوء الحظ بتساوي unfortunately. بس كده. يبقى luckily معناها fortunately لحسن الحظ. Unluckily معناها unfortunately لسوء الحظ. وقت دي un عشان نعمل عكسها. Okay. Unfortunately. عكسها fortunately. Luckily عكسها unluckily. Okay. 14 حلنا قلنا cruel not kind يعني. What is the for his sudden anger، غضب المفاجئ. What is the rule result role reason. rule دي قاعدة أو قانون، result نتيجة، role دور، reason سبب، وكمان في for. What is the reason for his sudden anger، يبقى reason for سبب غضب المفاجئ. Number 16، I can't you in the game، في المباراة، because you are still young، انت لسه صغير. Can't continue ولا include or think or dismiss. Dismiss يطرد او يفصل من العمل. Think يعتقد او يفكر. Include يشمل يتضمن. Continue يحتوي على. ماشي يضمك للفريق او المباراة. ليه؟ because انت لسه صغير. عفوا انت include you in the game. Okay. Number 17. Oh, it's a funny situation. موقف مضحك. Antonym عكس كلمة funny. تروى ايه؟ Crazy, dangerous, simple, serious. ولا funny مضحك. طلع عكسها مجنون. Crazy. ولا خطير dangerous. ولا simple بسيط سهل أو بسيط أو سهل. ولا serious جاد. أيوة funny مضحك عكسها جاد. مش ده مش تهريج. خلاص؟ يبقى serious. سواء فاني أو فاني عكسها سيريوس. فاني مضحك، سيريوس جد. أو خطير، سيريوس معنى جد أو خطير. طبعاً جد. نايس فاني. نمبر 18. I couldn't the difficult point. هذه النقطة الصعبة. Could you please explain it again؟ فضل تشرحها تاني. يا ترى recognize, understand, appear, think. طبعاً في الدرس ما فهمش حاجة معينة. الشرح تاني بدأ understand. لم أفهم هذه النقطة الصعبة. Okay. قلنا appear يظهر، think يفكر ويعتقد. Recognize يتعرف على حد ما شافوش بقاله فترة طويلة، يعرفه بعد ما يشوفه بعد الفترة دي. ماشي. Number 19. I used to attend a lot of sports، كثير من الرياضات. When I was young وانا صغير. Believe، think، do، make. Sports تاخد يا ترى فاكرين؟ قلنا قبل كده sports تاخد do sport، تمارس رياضة. Do a sport مش make a sport. Okay, for the dual sport. Number 20. Is the quality or state جودة أو حالة. هاي كده دي واحدة. Number 20. Quality or state جودة أو حالة. Of being conscious. تكون حالة وعي. Or aware of something أو that something. شيء. Conscious. واعي. Unconscious. غير واعي. Okay. يعي. يفهم شيء. يا ترى forgiveness، unreadiness، sadness، mindfulness. طبعا دي forgiveness مسامحة ومغفرة. unreadiness عدم جاهزية. sadness حزن. mindfulness تركيز تام، وعي تام. يبقى دي mindfulness. اوكي okay. هلو جملة مهمة جدا. تركيز تام
يعني state of being conscious or aware of something. واعي مدرك لحاجة حواليه. دي mindfulness. تركيز ذهني تام. Number 21. You should go to bed early. يعني ممتاز الفلاش مبكرات بدري يعني. Don't late. Make up. Live for. Look for. Stay up. Make up ده يألف قصة. أو تضع مكياج. Make up. Live for يذهب إلى. Look for يبحث عن. Stay up يسهر. هي دي stay up late. نام بدري. Don't. You should go to bed early. Don't stay up late. لا تسهر الوقت متأخر. 22. Always be patient. كن صبور. And don't hope. الأمل. Lose. Remember. Disappear. Disappear قلنا. يختفي. عكس appear يظهر. Remember يتذكر. عكس forget ينسى. Lose يفقد. Lose مفكك. Don't lose hope. لا تفقد الأمل. يبقى always be patient. خليك صبور دايما. And don't lose hope. لا تفقد الأمل. Lose. ماضيها lost. تفتكرها lost. Number 23. Sammy isn't able. لا يستطيع to with new habits easily. بالعادات الجديدة بسهولة. Cope. Admire. Avoid. Worried. Worried on the تشاغل. اتخانق. Worried. أو خناقة. اسمه فعل. أبود أن نتجنب كما نقول أو جرد اسمه في الانجي أدمار يوجد بي كوب يسير أو يجاري يتوافق معه تتحرك الوذ يعني كوب هيا وزفو في الكملة كوب وز يسير أو يجاري أو يتوافق معه you have a season كوب وذ يا ولد أنا متهوز كمان 24 I hope the test will be easy أتمنى الاختبار يكون سهل don't worry it's really complicated, fast, simple, long. Complicated معقد, fast سريع, simple بسيط, long طويل. لازم إيه؟ عايز يكون إيه easy. معناه easy معناه simple بسيط سهل. مش كده؟ easy simple سريع لي simple. تلاش هاي. سريع simple. أو فعلا زي ما تعايز easy and simple. Number 25. مرات عندك حق. Go on speaking استمر في الكلام. قلنا on جنب أي فعل يستمر في عمل هذا الفعل. Play on استمر في اللعب. Write on استمر في الكتابة. Speak on استمر في الكلام. Okay. Go on speaking. Go on هنا have the same meaning نفس معنى إيه؟ معنى إيه يعني hurry, stop, interrupt, continue. ترى hurry يعني يسرع. Stop يتوقف. Interrupt يقاطع شخص في حديثه. continue يستمر قلنا go on يعني يستمر في الكلام يبقى دي معناها continue go on معناها continue speaking okay number 26 have recently حديثا أو أخيرا يعني أخيرا finished خلصت the school project مشروع مدرسي recently حديثا يا أولاد أنا شكل بتاعي شوية مني تنهيا have recently finished the school project Here means معناها long ago, not long ago, shortly, already. Recently معناها already. خلصت خلاص. Have recently finished. معناها I have already finished the school project. Okay. طبعا فترة طويلة. Not long ago مش فترة طويلة. Shortly من فترة قصيرة. I have already finished. 27. Is the idea? Customs, ideas, customs, and social behavior. Of course, عادات, سلوك اجتماعي, or particular people, مجموعة من الناس, أو society, مجتمع. هذا اسمه culture, agriculture, industry, economy. Economy, اقتصاد. Industry, صناعة. Agriculture, زراعة. Culture, ثقافة. طبعا أفكار وعادات, سلوك اجتماعي. وده culture, طبعا ثقافة, تعديل. particular people or society ناس معينين أو مجتمع معين كارش في ثقافتهم حضارتهم my ideas, customs and social behavior number 28 I want to my language skills مهارات اللغوية I need to make them better عايز أحسنهم خليهم أحسن يا ترى delete, improve, move weaken weaken يعني يضعف weaken وعدة ضعيف weaken يضعف فعل move ينقل أو يتحرك أو ينتقل
امبروف يحسن دي تعزل طبعا، عايز ايه يخليها بيتر احسن، يبقى ده امبروف. وانت امبروف ماي لانجويج سكيلز، احسن مهارات اللغه. انتو بريزن بيتر محتاج اغيرهم ايه احسن، يعني امبروف زم احسن. نمبر 29 means liked or admired، محبوب او يعجب به by many people، من وسط ناس كتير، or particular person او شخص معين او جروب مجموعه معينه. طلع ده common، scary، popular، ordinary. طبعا popular شعبي، دي شعبيه، محبوب من الناس مش كده؟ popular شعبي او محبوب. طبعا common شائع او مألوف، scary مخيف، ordinary عادي. لا ده like or admired، محبوب او يعجب به من people، ناس كتير، او بريفر بيرسون شخص معين او جروب مجموعه من الاشخاص، يبقى ده popular. نمبر 30 the door isn't open، ما هوش مفتوح، يبقى ده مقفول. door unclosed زي open، مش مقفول اهي. broken مكسور، free مجاني، locked مغلق، يبقى مقفول، يبقى دي locked. lock عارفينها كلنا، lock بتاع العربيه، if lock او lock بتاع الباب، يبقى door is locked مغلق، it isn't open، مش مفتوح. نمبر 31 you should read this interesting story، عليك ان تقرا هذه القصه دي ممتعه. to get noun يجيب الاسم for a person لشخص، from the verb من الفعل read، من الاسم منها add the suffix الاضافة اخرها. ترى er لشخص person، er ولا ing ولا ict، الناس طبعا دول لا، يا reading يا reader. reading القراءة، صوت شخص، ما هو صوت شخص reader القارئ er كده. بقت noun لبيرسون، اسم الشخص مش اسم الشيء، مش reading مش القراءة، لا قارئ، someone who reads. number 32 he that he was mistaken، وكان مخطئ، when he had thought، لما اعتقد، about his behavior again، لما فكر في سلوكه مرة أخرى، was mistaken مخطئ، يبقى recognized ولا realized ولا appeared ولا told. told أخبره، الماضي بتاع tell told told. appear ظهر، appeared recognized تعرف على، قلنا حد مشهور ولا فرق، realized أدرك، يبقى دي على نمبر B، يبقى realized that he was mistaken، أدرك إن هو إيه؟ كان مخطئ. when he had thought about، لما فكر في his behavior، سلوكه، again مرة أخرى، realized، أدرك إن هو كان مخطئ، realized. number 33 I'm certain، I'm sure، متأكد، our team فريقنا will win، هيكسب that match، المباراة. certain here هنا سينونيم، مرادف لإيه؟ مشهور، لاستعدادنا. I'm certain I'm sure. number طبعا مش doubtful، doubtful دي شاكك، دي أشك، بارفول قوي، I'm sure غير متأكد، لا ده certain معنى متأكد، I'm certain I'm sure. number 34 يا أولاد she seemed very happy، تبدو سعيدة جدا. to change happy، نحول happy انت ناول الاسم، delete why، انا اسف الواي، نحط لها ايه يا ترى؟ ness ness ity ولا ment؟ طبعا قلت لها يا ness يا ity، واحد نحول الاي مش كده، احنا ازاي نحط لها اي؟ طب يا ترى ايه happy؟ اسمها ايه؟ طبعا اسمها هابينس، السعادة، يبقى دي هابينس نمبر بي، طلع ان اي اس اس، هابي نوع منها هابينس. ماشي يا ولاد. نمبر 35 ذا كوتش، المدرب، وانت اكسكلود ذا بلاير فروم ذا تيم، ما قدرش يشيل هذا الفريق من اللاعب من الفريق. although رغم ان هو was not physically fit، ما كانش لاعب بدنيا. انتونيم ولا عكس كلمة exclude، يطلع move separates include contain، عكسها، أنا أشيل من الفريق، أحذف من الفريق يعني، عكسها include يعني، أحطه في الفريق. Okay، exclude يعني يضمن الفريق، include يضمنه في الفريق. Okay،
وكنت ستودنت ما قدرش يعزف من الفريق لانه ما كانش في ذهني فت، ما كانش ضعف بدنيا. الأنتونيم بتاع الأوز بتاعها هو انكلود نمبر 36. A or N is a useful piece of information، معلومة مفيدة والله أو نصيحة. يا أولاد يطلع question answer top tip، question سؤال answer رد أو إجابة top قمة tip، هذه نصيحة مفيدة useful piece of information or advice tip نصيحة a tip. Number 37 is that temperature درجة الحرارة and other conditions أحوال أخرى such as مثل صن الشمس رين مطر وند الرياح at a particular place مكان معين and time وقت معين. Atmosphere temperature weather cloud cloud سحب سحاب يعني weather طقس temperature درجة حرارة atmosphere غلاف جوي ترى sun ورين wind غلاف جوي درجة حرارة طبعا درجة حرارة صن شمس رين مطر وند رياح مش كده يبقى ده temperature. Number 38 I will take this fashionable jacket أو دي جاكيت اللي على الموضة ده to change the verb take نحوله إلى noun إلى اسم meaning error معناه خطأ نقول زي اسم take دوت يبقى معناه خطأ. يا ترى أن ولا مس ولا ديس ولا لي طبعا تيك تبقى مستيك خطأ ميك مستيك تيك خطأ ده من تيك يبقى تيك نفترض أولها مس ام اي اس يبقى مستيك يبقى تيك يأخذ مستيك خطأ معناها ايرور. 39 unfortunately لسوء الحظ الانت باص لم ينجح هي ذا اكزام يبقى هو ايه عمل ايه فيل فيل سكسيدد اوفركيم اوفركيم دي تغلب على overcame الأمر دي تغلب على. طيب مال فيلد منع سكسيد النجاح زي البوست بالظبط بس الفرق بينهم سكسيد ان نمرة ان بوست نمرة ان بوست ما ينجح فيه سكسيد ينجح بس سكسيد ينجح فيه اوكي. طيب فيلد قلنا ملا يملا فيلد والعياذ بالله هي didn't succeed ما ينجحش تصف الامتحان لأن هي didn't pass لم ينجح يبقى هي failed exam فشل في الامتحان اصلا. Number 40 is a branch of science فرع العلم أو العلوم that you have to study تدرس فيه to become a doctor تصبح طبيب. يا ترى engineering medicine nursing physics طبعا physics فيزياء nursing تمريض medicine طب أو دواء engineering هندسة طبعا هو دكتور تدرس medicine طب واضح ولا صح؟ Number 41 I'm worried أنا خايف الآن haven't received the exam yet لما تسلم نيجي الامتحان يا ترى errors causes results reasons errors أخطاء mistakes يعني causes أسباب results نتائج reasons أسباب أنا haven't received the exam results لما تسلم الامتحان yet بعد. Number 42 هذا terrible day يوم كان عن يوم سيء جدا وغريب جدا because of the accident بسبب الحادثة. Terrible here means معناها very cold hot good bad هنا معناها ايه terrible رهيب أو سيء معناها ايه bad. Number D terrible معناها bad سيء جدا. Number 43 for I leave for school قبل هذا المدرسة قبل هذا المدرسة I'm breakfast at home بفطر في البيت. Leave for similar meaning تجمع معناها to leave go to stay at go outside stay in go to يذهب إلى مظبوط stay at يبقى فيه okay. Number C go outside يخرج stay in يبقى فيه on نفس معنى stay at. طب ده leave for on معنى ايه معنى يذهب إلى مدرسة يبقى دي معنى go to. Number A سهلة جدا الجملة دي أولاد الفور معناها go to. Number 44 فادي is
is worried about the exam result. الآن نتيجة الامتحان. He's afraid he won't to pass. يخشى أنه ما ينجحش. فدي زي إنه worried. الآن يطلع الأكسد. Anxious, quiet, rich. ليش طبعا يعني جازينا خالص. Quiet قلنا هادي. عرفناها خلاص. بس الأكسد وأنشوس. الأكسد دي مسترخي. مستريح على الأكس. أنشوس هي اللي قلق. ما أنا worried. والأخ ده فدي ده anxious الآن ليه worried about the exam results أنا من نتيجة الامتحان ليه خايف وانت باص إنه ما ينجحش يبقى دي worried معناها anxious number 45 we should spend the money نصرف الفلوس on essential things الأشياء الجوهرية only فقط essential هنا معناها means الناس ليها يعني unimportant cheap necessary expensive unimportant مش مهمة cheap رخيصة expensive غالية essential هي ضرورية يعني جوهرية أساسية يعني essential okay. معناها necessary ضرورية complete and correct هنكمل ونصحح كلام للأقواس الوزن ده يعني suggest travel to Hurghada طرح تصور الغردقة for the weekend for نهاية الأسبوع طيب suggest يقترح يمبو يا أولاد جنبه فعل على طول هذا هو جرد ING okay. جنبه فعل مع الفعل في فعل الفعل ده إما مصدر إما شده مصدر يبقى ما فيش فعل جنبها فعل على طول يبقى ING طب جنبها فعل اسمه وضمير وجنب الفعل ده يبقى فيه مصدر أو شده مصدر يعني أسجست هي ترافل مش ترافل مصدر ترافل أو شو ترافل أسجست ما فيش فعل أهو بل ترافلين ما فيش تو نلغي تو زود هنا ال اي ان جي سجست طبعا مش فيش فعل ماجرن سجست ترافلينج تو ارجاد واز ويكند اذا ترافلينج الغي تو حط كمان هنا ال اي ان جي على ترافل سجست ترافلينج نمبر 2 اهوب اه ما فيش جنبها فاعل يبقى في تو مصدر هوب من غير فعل يبقى تو اي هوب تو باي طب فعل اي هوب اي ويل باي لو ما فعل يبقى ويل ومصدر ما فيش فعل يبقى تو باي هنا برضه ما فيش فعل اهو هوب تو باي نمبر 3 ان مايندفولنس كلاس في حصه التركيز الذهني نص الطلبه ليرن بتعلموا تو بريث سلولي تنفسوا ببطء اند تو اونلي ثينك فكروا فقط اوف ذا بريزنت في الحاضر اللي هم فيه دلوقتي تركيز ذهني مش كده ليرن بتعلموا تي ايه ابريث تنفسوا تو جنبها مصدر التنفس ده ايه حط زودها بالتي بريث بالإي مريت وأتنفس بنام عايز فعل بتو بريث سلولي أتنفسه ببطء البريث هنطلع بس إي بتنفس أوكي نمبر 4 I have to buy more bread we have a lot at home عندنا إيه عيش كتير في البيت يبقى مش ضروري يبقى أنفي دي have to نفيها يا أولاد don't have to و I don't have to buy more bread we have a lot in the at home ليه عندنا كتير في البيت ما don't have to مش ضروري buy more bread طب لو has to doesn't have to have to نفيها don't have to has to نفيها doesn't have to يبقى I don't have to buy more bread we have a lot at home number 5 I'm so sorry اسف جدا I'm able to come on time yesterday that I can not امبارح because the bus had broken to be settled down يعني. طيب I'm sorry I'm able or not able طبعا ما ديش طب ساتر ما هيش في المعاد يبقى I'm not able يبقى الآن تبقى I'm not able I am not able number 6 my neighbor not have to leave for work because he was ill still ill لسه عيان بطل انه يمشي في العمل يمشي بدل من الشغل يبقى you ها. أو my neighbor Our neighbor, a girl. Our daughter doesn't go down here or she. But it doesn't have to. Well, it does not have to. And doesn't have to leave for work. Because we're still in. I'm not sure when you say, let's somebody. My neighbor doesn't have to. There's a neighbor and he or she. But doesn't have to. I'm African type, but don't have to. And he or she, neighbor, but doesn't have to. Number 7. You might always
eat healthy food. تاكل الاكل الصحي. That's my advice, نصيحتي. Advice, نصيحة. مش مايند. نصيحة تبقى ايه؟ تبقى شود او شودنت. يجب ولا يجب. تاكل الاكل الصحي يبقى شود ولا شودنت. الشود طبعا. من الشود مكان مايند. شود كده زي ولاد شود. S H O U L D. شود. شود ماي. شود اولويز. الغي مايند خالص. أنا شود. S H O U L D. شود اولويز ايت هيلثي فود. S H O U L D. شود اولويز ايت هيلثي فود. That's my advice. نصيحتي. نصيحة فيها شود. أو شودن. مش مايند. Okay. I ran fast. بسرعة. But I could win the race. But ولكن. بسرعة ولكن. ما كسبش. يبقى في كود. فيها ازاي تبقى كود وين ذا ريس. وانا الفاست يجيب بسرعة. ولكن وهي تناقض يبقى ما كسبش. وانا كود وين ذا ريس. يجيب بسرعة لكن لو استطع ان اكسب السباق. وانا الفاست بطل كود وين ذا ريس. نمبر 9. You can park here. It's not allowed. مش مسموح. ممنوع يعني. You by way. You can't. وبص في تي. أو you mustn't. شو كان خلاص بطل mustn't. Must وإن بص في تي. You mustn't park here. This not allowed. يبقى طبعا الأصح جدا هي mustn't. Okay. You mustn't park here. Mustn't تكتب must. ده إن بص في تي. Park لأنه not allowed. أو forbidden. ممنوع أو banned. ممنوع أو prohibited. ممنوع برضه. يبقى forbidden. Banned. Prohibited. أو not allowed. كل ده معنى mustn't. You mustn't. Mark here is not allowed. Number 10. Everyone shouldn't follow the right health habits. عادات صحية سليمة. يتبعها. ولا يجب ولا يجب. طبعا يجب تبقى should. قال لنا وصفتي. Everyone should follow the right health habits. كل واحد يجب أنه يتبع أن هي العادات الصحية الصحية. Should follow the right health habits. Should مش shouldn't. Number 11. You must take things that belong to others. تاخد أشياء اللي هي تخص الآخرين. لازم تاخدها ولا ممنوع تاخدها؟ أكيد you mustn't. You mustn't دي أقطعها إنها وصف تي. Mustn't take things that belong to others. تخص الآخرين يبقى كده بتثرى. طبعا ده يبقى mustn't. اوكي يا ولاد طيب وقلنا mustn't work وقلنا should follow قلنا mustn't take things. تخش الأشياء تخص الآخرين. Number 12. Do you have to wait for? You have to wait for a longer time. هم تنتظر فترة أطول. Yes, because the manager was busy. كان إيه مشغول. Was. ماضي. يبقى did بدل do. Was هنا أهي. ماضي أهي. يبقى أنا قلنا كلها ماضي. يبقى did بدل do. You have to wait for a longer time. Okay, طيب. Number 13. My friend. Because he was very sick, he was very sick, he started to continue working. قال له نستمر في العمل. صح؟ ما كان sick ولا ما كانش sick؟ هيستمر في الشغل أو ما كانش؟ ما wasn't. يبقى إيه؟ Because he was very sick. He decided. ده في تناقض بقى. صح؟ المريض حسابه في العمل. يبقى ده although. بالظبط كتب ازاي؟ LTH أو UGH. LTH أو UGH. Although. ضرب نوع المريض قرر يستمر في العمل. Although he was very sick, he decided to continue working. قرر يستمر في العمل. Number 14. يا ولاد. يا واحدة معلش 14 did you have to consult a doctor كان هيجب تتشير دكتور yes I didn't
ماي هيلث هاد اوريدي امبروفد. لما استشرت، ايوه ما استشرتش، مش كده؟ ليه؟ صحتي تحسنت، صح؟ يبقى انا بدل يسعى ايه؟ didn't. يبقى didn't you، انا لم تستشير. نعم لم استشير. didn't you have to consult a doctor. Number 15, you shouldn't feel badly about being bored. Feel جنبها ايه؟ صفة. Feel bad. 16, sometimes I get upset, انزعي. After I use bad mass media. They use بس get مضارع اهي. الجملة كلها مضارع. مش لهاد ولا دي. افتر يوزنج بقى، عشان يوزنج ايه؟ مفيش فاعل بعد افتر. افتر جنبها فاعل يبقى ماجر. افتر يوزنج يبقى يو اس اي ان جي. Sometimes I get upset after using mass media. Number 18, she has to hurry. تسرع المد يعني. Because she still has a lot of time and وقت كتير to catch the train. تلحق القطر، عندها وقت. Has a lot of time. ما لازم ولا مش لازم؟ مش لازم، مش ضروري. But she doesn't have to. Doesn't have to. نفي has to طبعا. She doesn't have to hurry. لازم تسرع. ليه؟ She still has a lot of time. She doesn't have to. Number 19, from school students. طلبة المدرسة الابتدائي. Don't have to wear. مش لازم يلبسوا uniform. زي it's obligatory. ده إلزامي. لازم يلبسوا. يبقى مش don't. يبقى have to بس. لازم يلبس. لازم، مفيش خيار. Don't have to. مش لازم، لا دي لازم. Have to wear uniform. ليه؟ It's obligatory. ده إلزامي. لازم بالقانون. يوم زي معين. وبعدين دول primary school students have to wear uniform. It's obligatory. Have to من شو دوت خالص. Number 20. Do you have to see our doctor? Your doctor. وطار شو دكتور؟ قال له yes I was ready. Ready قال كنت مريض جدا. Yes I was a I was. يبقى الماضي مش مضارع، يبقى مش دو. يبقى did. Did you have to؟ ليه؟ عشان نوصل الإجابة. بس كان ماضي. يبقى did you have to see your doctor؟ Did you have to see؟ مظبوط؟ لأن did فعل مصدر. قال لي yes I was really ill. كنت مريض. Did you have to؟ Number 21. Have you attended؟ حضرت the meeting الاجتماع؟ قال له لا. The manager. هل حضرت؟ لا. The manager have to postpone، يأجلوا. يقول علشان في 3 members، 3 أعضاء أو 3 أفضل 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 أبسط كانوا عايبين. يبقى ده في أتن ده إيه؟ نمان. يبقى هفتو ولا هاتو؟ لا هاتو. اضطر يأجلوا. postpone. had to. H-A-D وبعدين to. had to. Number 22. يكون معايا. She mustn't disobeys rules. ممنوع ان هي تضيع الايه؟ المدرسيه. mustn't ولا must؟ طبعا must بدل mustn't. ماشي. must obey two rules. تطوعهم. must obey اسلوب دي اي اس. she must obey four rules. Number 23. He isn't able to do that task alone. Can he? كان. يبقى أنا كانت. بدل able to يبقى كانت do that task alone. Can he? Okay. Can't do. بدل isn't able to. Can't do. Number 24. The pilot has to land suddenly. طيارة الطيارة ينزل يهبط فجأة. Laser was something wrong. كان في حاجة عطل with the plane. الطيارة. There was. ولازم انا الجمله ماضي. مرتي يبقى had to. من وضعي كله ماضي يبقى had to. 25. You must be careful. يكون حريص. When using لما تستخدم الانترنت. الانترنت. This means هذا معناه. It's
must معناها ايه؟ it's necessary نشيل on نشيل when معناها ضروري it's necessary to do so أن تفعل ذلك. okay طيب تمام كده خلص حصتنا النهارده بنجاح وتوفيق ان شاء الله. نشوف ان شاء الله في الترم الثاني في اوله نبدا مع بعض شرح المنهج بتاع الترم الثاني. خليكم معايا ده يكون جيد ومفيد. طبعا wish you all the best of luck ومن حظ سعيد. طبعا تابعوني هتلاقوا كل جديد ومفيد باذن الله. wish you all the best. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.